أسعد الله أوقاتكم مشاهدي نشرتنا اليوم السبت 7/5/2016. بالأمس ارتفعت درجات الحرارة على معظم مناطق الدولة وتراوحت العظمى ما بين 42 إلى 45 درجة مئوية، بينما تشير صورة الأقمار الاصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم إلى وجود بعض السحب العالية والمتوسطة خاصة على بعض المناطق الشمالية والجنوبية. وننتقل معكم إلى الخارطة السطحية المحللة، حيث نلاحظ تواجد منخفض البحر الأحمر على الأجزاء الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة العربية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خلال الليل والصباح، وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خلال النهار. والطقس صحو إلى غائم جزئي بوجه عام مع ظهور بعض السحب الركامية على الجبال الشرقية بعد الظهر، وتزداد الرطوبة النسبية مع احتمال تشكل بعض الضباب على المناطق الغربية. وننتقل معكم مشاهدينا إلى درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم: الساحلية أوائل الأربعينات، الداخلية أواسط الأربعينات، وأخيرا الجبلية أواسط 30 درجة مئوية. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون خفيف إلى متوسط الموج ومناسب لجميع الأنشطة البحرية، وكذلك الحال في بحر عمان، خفيف إلى متوسط الموج مناسب لجميع الأنشطة البحرية. طقس الغد صحو إلى غائم جزئي مع ظهور بعض السحب على الجبال الشرقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان. أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة وفي أمان الله.